كمان المواقع الإخبارية تتناول بعد يعني نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور للنيل تحديدا في الجيزة، في محافظة الجيزة على سبيل المثال، وهي في مياه عكرة. يعني احنا شايفين الصورة، المية يعني مش مية اعتقد يعني ان هي غير صالحة للشرب، او نسبة العكارة فيها عالية. وده فعلا اللي قالته محافظة الجيزة اللي اعلنت حالة الطوارئ في محطات مياه الشرب، وده بسبب ارتفاع نسبة العكارة نتيجة السيول خلال الايام اللي فاتت. طيب احنا معانا تليفون الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل اول وزاره الري والموارد المائيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. محتاجين نعرف التصريح يعني اللي اعلنته محافظه القاهره، يعني حاله طوارئ وقفل بعض يعني محطات مياه الشرب، هل ده صحيح ولا لا؟ وايه مياه الشرب اللي تم غلقها؟ لا هو حتى يعني انا الحقيقه ما عنديش هذه المعلومه بتاعت غلق محطات مياه الشرب. يمكن هي ظاهرة السيول اللي أثرت في مياه النيل، أو العكارة اللي احنا شايفينها في مياه النيل دي ظاهرة طبيعية نتيجة للسيول. أعتقد أن محطات مياه الشرب لديها الإمكانيات والتكنولوجيا اللي ممكن تعمل بيها الترسيب والمعالجة لهذه المياه. طيب يعني انا من المفروض من المفترض يعني ان انا معايا خبر عن محافظ الجيزة اللي هو محمد كمال الدالي، وكان يعني تحدث انه عمل اجتماع مع المهندس حنفي محمد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، ووقفوا فعلا بعض محطات الميه بسبب نسب العكاره. انا اسالك طيب تحليليا بقى، هل نسب العكاره لما بتبقى مرتفعه في مياه الشرب هل بتكون صالحه للاستخدام الادمي ولا لا؟ طبعا ده تخصص الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. هي اللي بتحدد معايير المياه الصالحه للشرب. طبعا يعني هم بيسحبوا المياه المطلوبه من نهر النيل. ما ظهر في نهر النيل، لا يعني حضرتك تقصد ان حسب نسبه العكاره قد ايه؟ لا دي هذه المعايير مع مياه الشرب. المسؤول عنها هي الشركه القابضه لمياه الشرب. لكن ما عندكش نسب معينه لو وصلت ليها نسب العكاره في المياه يبقى الناس ما تشربهاش؟ لا دي طبعا دي معايير تحددها الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. لكن احنا بس بنتحدث عن هذه الظاهره نتيجه للسيول اللي حصلت. دي ظاهره طبيعيه وحصل في سنوات سابقه قبل كده. ما حصلش اي قلق من هذه العقاره يعني. لكن طبعا محطات مياه الشرب طبعا بتاخد احتياطاتها واجراءاتها للتاكد من صلاحيه المياه للشرب. طيب يعني ايه انا عايز اسالك برضو في المفاهيم، يعني ايه غلق بعض المحطات نتيجه نسب العكاره؟ هل ممكن نسب العكاره المرتفعه بتؤثر على محطات المياه؟ لا هي طبعا في تكنولوجيا لمعالجه المياه. بالظبط، ما انا اقصد هل ممكن يعني تكنولوجيا لمعالجه المياه، فده طبعا ممكن حضرتك تقدري تتصلي بمحطات مياه الشرب. المحطات اللي بالفعل اذا كان ده حصل، إذا كان تم غلق محطة ممكن حضرتك برضه تتصلي بيها وتعرفي أسباب غلق هذه المحطات، لكن نسبة العكارة ليها طرق للمعالجة. أبرز طرق المعالجة بتاعتها إيه يا فندم؟ لو الترسيب. الترسيب، إزاي بيتم؟ المية بتدخل على أحواض الترسيب، دي موجودة في محطات المعالجة. لمدة معينة بتترسب العكارة. قد إيه المدة دي؟ لا دي برضه مع محطات مياه الشرب، يعني هم اللي يقدروا يقولوا بالظبط ايه الاجراءات اللي متخذه لمواجهه زياده نسبه العكار. يعني انا كان نفسي تجاوب على يعني مزيد من الاسئله اكتر من كده، بس بشكرك شكرا جزيلا. دكتور رجب عبد العظيم، وكيل اول وزاره الري والموارد المائيه، شكرا جزيلا ليك يا فندم. تعالوا بقى نروح نشوف سريعا كده فخميد محيي الصرفي المتحدث باسم الشركه القابضه للمياه وهيئه الصرف الصحي. مساء الخير سياده العميد. نور يا فندم، اهلا بيك. وكان محافظ الجيزه اعلن عن توقف بعض محطات مياه الشرب، هل ده معناه ان ميه الشرب هتقطع اليومين اللي جايين او الساعات القادمه، ولا هيبقى الوضع ايه؟ لا يا فندم، احنا من امبارح نزلنا بيان من الشركه القابضه، ويمكن اتذاع على السوشيال ميديا واتذاع في كل الاماكن، ان احنا وقفنا محطتين ورفعنا درجات الاستعداد بقيه المحطات.
المحطات ديت اللي هي في جنوب الصعيد اللي هي الصف، وبعد كده دخلنا على العياط ابو النمرس، ابتدينا نخش كده اتباعا على المحطات بتاعتنا، رفعنا درجات الاستعداد في محطة الفسطاط وفي محطات ناحية الجيزة برضو اللي هي قصر النبي والمنيب والحتة دي كلها دي متأثرة. حضرتك هتلاحظي ان النيل النهاردة لونه اتغير، ده نتيجة نزول السيول بالأتربة اللي نزلت فيها ونزلت في النيل دي زودت العكار. انا عندي يا فندم المحطات بتاعتي طبعا ليها نسبة لدخولها يعني المية عشان ادخلها المحطة اقصى حاجة 60 ل 80 جزيء من العقارة ديت، والا هتسدلي الفني بتاعة المحطة وهتبقى تعمل لي مشكلة. فالنهاردة احنا في النيل وصلنا ل 500 و600 ده نسبة العقارة، دي نسبة العقارة 500 و600 فما اقدرش. النسبة المسموح بها قد ايه يا فندم؟ من 60 ل 80. 500 دي يعني دي ممكن تعمل لي سدد في قلب المحطه نفسه فما اقدرش، فبوقفها وابتدي الجا للابار الارتوازيه او من بعض المحطات الثانيه اللي لسه ما وصلت لهاش العقاره لهذا المستوى، ابتدي ادعم بيها المناطق اللي انا قطعت عنها لمجرد ان انا مثلا بقفلها لمده 6 ساعات لمده 4 ساعات حسب التيار وحسب ما تنزل العقاره ابتدي اشغل المحطه دي. طيب هل الميه يعني ناويه كده تقطع على بعض المناطق او بعض المحافظات ولا لا خلال الفتره اللي جايه؟ احنا بنقول انها هتضعف في بعض، هتضعف لكن مش هتتقطع. لا مش هتتقطع لان انا بشغل برضو بقدرات يعني اقل من الاول، انما بحافظ ان انا عندي اقل قدر معين من الميه يبقى موجود مع بجانب الابار الارتوازيه بجانب المحطات الاخرى بدعم بها المناطق ديت، يعني بعمل عمليات مناوره بحيث ان احنا ان شاء الله ما نتاثرش في الانخفاض. طيب هو سؤال بقى، هل المياه اللي هتبقى واصله البيوت دلوقتي امنه؟ يعني الناس تشرب منها عادي ولا؟ ده سؤال حضرتك مهم جدا بالنسبه لنا، وكنت انا جاوبت عليها في الاول خالص اللي هو ايه، انا ما بسمحش بدخول اقصى من الحد الاقصى بتاعي، ما اقدرش اوقف المحطات عشان ما انتجش ميه. اولا الميه هتخش لي المحطه هتسد لي الفرن زي ما انا بقولت لحضرتك، فبالتالي مش هتطلع بالمستوى اللي احنا عايزينه، والمستوى ده اللي هو الحاجات القياسات بتاعه وزاره الصحه، فما اقدرش بمنعها على طول وبقول لا انا يعني لو هعيش بالميه الارتوازي او بدل ما بستهلك. ودي دعوه برضو لاهالينا ان لو سمحتوا يا فندم نرشد الاستهلاك شويه اليومين دول، لان طبعا قاعدين احنا شايفين يمكن لون النيل وكده اهوت، فبالتالي نقلل الاستهلاك عشان يكفينا ونقدر نعدي المرحله دي اللي هي النهارده او بكره على خير باذن الله ان شاء الله. طيب ايه المناطق اللي هتتاثر بضعف الميه؟ حضرتك العياط والصف والحوانديه وابو النمرس، المناطق دي كلها متاثره حتى الان بضعف الميه. الحمد لله بقيه المحطات احنا مشغلينها بس بقدرات اضعف شويه، دي هتخلي لي في ضعف في الميه. الجيزه اكتوبر المنطقه دي مش هتتاثر؟ لا يا فندم انا بقول لحضرتك الجيزه لا متاكد يعني بس حضرتك لا حضرتك محطه اكتوبر ما مش هتتاثر ان شاء الله، لان باذن الله يعني حتى كمان الخارج بتاعها او الانتاج بتاعها يقدر لو انا شغلت على نص الطاقه هقدر اغطي المنطقه. بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد محيي الصرف المتحدث باسم الشركه القابضه للمياه والصرف وهيئه الصرف الصحي، شكرا جزيلا ليك. طيب زي ما قلت لكم النهارده فقرتنا الرئيسيه هنتكلم عن مشاركه